هلا رح اروح لسلكي وامنه وراح يطل معنا. البداية مع أليكسي نعمة، مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني. صباح الخير أليكسي، وينعاد عليك. صباح النور، ينعاد عليكم جميعا. وأنت كمان كل عناصر الصليب الأحمر يعطيكم العافية. أنتم الليلة بجهوزية مثل كل يوم يعني، بس صحيح اليوم زيادة. تفضل. صحيح، إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا في عنا 17 حادث 25 إصابة، موزعين على بيروت 4 حوادث 6 إصابات، جبل لبنان 8 حوادث 9 إصابات، البقاع حادث واحد 4 إصابات، الشمال حادثين 3 إصابات، والجنوب حادثين وأيضا 3 إصابات. نعم. بتوزع عنا الحوادث بين مشاة، دراجات نارية، سيارات، وشاحنات. أما الأسباب انقسمت بين سرعة، مصدر إلهاء، مشاكل ميكانيكية، وسوء رؤية بالمناطق الجبلية. أما بالنسبة للمهام اللي قامت فيها فرع الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 444 مهمة موزعين على 254 حالة طوارئ، 167 نقل مريض عادي، 23 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى، بالإضافة للمهمات اللي عم نقوم فيها بمخص وباء كورونا اللي بلغ عددها بال 24 ساعة اللي قطعوا 85 حالة. بحب أذكر ليلي بخط الطوارئ 140 اللي هو جاهز لتلبية أي نداء طارئ. نحن على جهوزية بكل لبنان على 175 سيارة إسعاف و750 مسعف جاهزين لتلبية أي نداء طارئ، بالإضافة لمراكز نقل الدم اللي هي موجودة بين بيروت، سبيرز، وطرابلس. نعم. بتمنى كل المواطنين يسهروا وينبسطوا، يقضوا ليلة ميلاد حلوة، بس ينتبهوا كثير منيح على التدفئة، ينتبهوا على الشرب، ويطلعوا صحيح، لبرا. أكيد مش ناقصنا مصايب يعني من بعد كل شيء صار، بلا ما تخلص كمان هيدي السنة بهيدي الطريقة. وإن شاء الله ما حدا بيعوزكم أليكسي، لا الليلة ولا ولا بأي بأي ليلة. ليلة. أليكسي نعم، يعطيك العافية، كل عيد وأنت بخير مرة جديدة عليك وعلى كل عناصر الصليب الأحمر. خلينا نقول إنه خلال الساعات الماضية مع الأسف عندنا قتيل بحوادث السير، ليرتفع ضحايا حوادث السير لامبارح ل 20 ضحية مع الأسف بالقانون الأول.